بمناسبة حضرتك اللي انت مدير ملعب استاد القاهرة، عايزين نعرف ايه بالظبط الاجراءات اللي انت بتقوم بيها او المسؤول عنها في الملعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا احنا يعني عايزين نوجه كلامنا ان احنا دلوقتي بعد كل مباراة العادي اللي احنا بنعمله ان احنا بنقوم ونعمل صيانة ونشوف لو في اي حاجة التركيبات تجهيزات للمباراة اللي بعديها، ده الطبيعي اللي احنا بنشتغل بيه في كل المباريات اللي عندنا زي ما احنا متعودين. يعني بالنسبة لأرضية الملعب، بما انك انت المسؤول عنها، ايه التغيير اللي حصل عليها او ايه اللي انتوا بتقوموه عشان تكون الأرضية زي ما احنا شايفينها كده بالشكل الكويس ده؟ الجديد ان هو ان احنا عملنا التقنية اللي هي في اوروبا الشبيهه ليها الميكس، فاحنا دلوقتي لما اللعيبه بتيجي تتمرن على الملعب ما بيبقاش فيه تاثير زي ما كان الاول، كنا بنبقى زارعين بلاطات ورولات على الرمل، فكان بيبقى فيه حفر ونقر وحاجات كده بتتاثر الارضيه بالماتشات والتدريبات. دلوقتي ما فيش تاثير قوي، التاثير قل جدا، فاحنا بنقدر نستحمل او الملعب يتحمل عدد ساعات اكبر وماتشات اكبر وما فيش اي تاثير خالص. كنا عايزين نعرف منك منسوب الملعب اللي هو ارتفاع النجيل، ارتفاعه قد ايه؟ يعني هو الارتفاع من سنتي ونص لاتنين الا ربع، ده اللي احنا بنشتغل عليه. طب هل مثلا الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش بيطلب مثلا يكون او اتكلم معاكم مثلا يكون الارتفاع معين؟ هو احنا بنشتغل على نفس النظام الارتفاع بتاع المنسوب النجيل، لكن طبعا هو المنتخب بيطلب كده كده بيبقى بيحب يلعب على الارضيه وهي مبلله، بيبقى في تنسيمه ميه قبل الاحماء كده بتاع المباراه. بالنسبه لارتفاع المرمى بيبقى ارتفاعه قد ايه؟ وبالنسبه للدهانات اللي هي النجيل الابيض ده، هل بيبقى فعلا دهانات ولا بيبقى ايه؟ طبعا ارتفاع المرمى معروف قانوني 2.44 متر والعرض 7.32 متر. تقصد التخطيط؟ التخطيط ده بيبقى عباره عن بلاستيك عادي، بنخطط بالمكنة وعندنا مقاسات القانونية بتاعت الملعب وبنشتغل عليها. تمام. عايزين نعرف غرف خلع الملابس، هل تم تجديدها ولا بيتم صيانتها بس ولا ايه؟ الغرف متجددة من 2019 في البطولة الافريقية، بيتم بقى عمل صيانة دورية باستمرار بعد كل مباراة. يعني اللي انا عايز اقوله لحضرتك بالظبط، يعني الناس كلها بتشتغل هنا، جميع الموظفين وجميع العاملين بالهيئة بيشتغلوا زي خلية النحل الحمد لله، كلها بتوجيهات من بداية من السيد الوزير دكتور اشرف صبحي والسيد اللواء سياده اللواء علي درويش والاستاذ وليد عبد الوهاب، بتوجيهات منهم وكلنا بنشتغل مهندسين وعمال وفنيين، كل واحد بيقوم بدوره وعارف عمله كويس قوي وبيشتغل وبيعمل اللي عليه.